ورأى أبو هريرة رضي الله عنه امرأة ذاهبة إلى المسجد وقد تطيبت فشم شيئا من طيبها فقال يا أمت الجبار إلى أين؟ قالت إلى المسجد. قال وتطيبت للمسجد؟ قالت نعم. قال فإني سمعت أبا القاسم عليه الصلاة والسلام يقول لا تقبل صلاة امرأة تطيبت للمسجد حتى ترجع فتغتسل غسل الجنابة. لا إله إلا الله. ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبخر المرأة فتأتي المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. تنهى المرأة عن التطيب وهي ذاهبة إلى بيت الله لتعبد الله وتصلي لله، فكيف بمن تطيبت وأصابت البخور وخرجت ليشمها الرجال الأجانب في الأسواق وفي المرافق؟